ومرة جديدة حول التقارير الحقوقية الأخيرة التي تناولت أزمة النزوح في العراق، تنضم إلينا الدكتورة مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. دكتورة، كما تساءلنا من قبل، أزمة النزوح في العراق بدأت منذ الاحتلال الأمريكي ولكنها تضاعفت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة، ما تفسير ذلك؟ نعم، منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وتعاقب الحكومات العميدة للاحتلال الأمريكي والتدخلات الخارجية من قبل الدول المحيطة بالعراق، إضافة إلى تردي الأوضاع الأمنية في العراق، كل ذلك أدى إلى ظهور نزوح عدد كبير من أبناء الشعب العراقي عن مناطقهم ومنازلهم إلى أماكن أخرى أو تهجيرهم إلى خارج العراق. طبعا كل هذا الذي حدث في العراق كان مخطط له مسبقا من أجل إحداث يعني هزة في المجتمع العراقي، وبالتالي إضافة إلى ذلك التغيير الديموغرافي المخطط له في العراق. نعم، إذن هذه مجموعة من الأسباب التي ضاعفت الأعداد، وهناك تقديرات لبعض التقارير الحقوقية بأن أعداد من نزحوا عن بيوتهم منذ العمليات التي شنت على ما يسمى بالإرهاب تقدر ب6 ملايين نازح، وهذا رقم كبير جدا قياسا بأي أزمة تكون في أي بلد آخر. نعم بالتأكيد، يعني العمليات العسكرية على ما تسمى المنظمات الإرهابية الحقيقة كانت من ضمن أهدافها هو إحداث أكبر تدمير في المدن التي شنت ضدها هذه العمليات العسكرية، وبالتالي دفع بالأهالي إلى التهجير القسري ونزوحهم القسري من مناطقهم إلى مناطق أخرى، كل ذلك من أجل بغية السيطرة على هذه المدن وخاصة من قبل الميليشيات التي كما أصبح الآن واضح للجميع أنها تسيطر على هذه المناطق، وبالتالي تهجر من تشاء في أي وقت وتمنع أي نازحين من الرجوع إلى منازلهم. وهذه العملية يعني لا زالت مستمرة إلى حد الآن، وكان آخرها ما حدث للقرى في منطقة مكحول، وبالتالي يعني معناه أن هناك مخطط لما يحدث من عمليات نزوح، لأنه لا يمكن أن يعقل أن تستمر العصابات الإرهابية في العراق وإضافة إلى الميليشيات دون أن يوجد أي أفق للحل هذا الموضوع وإحلال الأمن في العراق وبالتالي استقرار المواطنين في منازلهم. ما يؤكد حديثك دكتورة هو أن التقارير رصدت أن جل النازحين أتوا من ديالى والأنبار وصلاح الدين وبابل ونينوى، وهذا يؤشر على أن هناك استهداف لمناطق ومحافظات بعينها. نعم بالتأكيد هناك استهداف لهذه المناطق لعدة أسباب، بعض هذه الأسباب تعود إلى أن هذه المناطق قد قاومت الاحتلال بصورة قوية منذ بدء الاحتلال الأمريكي للعراق، وأيضا قاومت وعارضت بشدة سياسات الحكومات المتعاقبة على العراق ورفضت الظلم الذي يقع والاستهداف الذي يقع عليها من قبل هذه الحكومات، إضافة إلى أن هذه المحافظات أصلا يوجد مخططات لها من قبل الدول المحيطة بالعراق خاصة إيران، من ضمنها محافظة ديالى التي هي قريبة على الحدود العراقية الإيرانية، وبالتالي فإن عملية استهداف مثل هذه المحافظة هي من أجل أن تضمن خضوع هذه المحافظة، إضافة إلى الأهداف الاقتصادية التي يعني ترمي إليها الأحزاب التي توالي إيران، إضافة إلى الميليشيات التابعة لإيران. نعم، التقارير الدولية دكتورة تثبت أن الحرب لا تنتهي بالنسبة للمدنيين حتى يتم إزالة المخلفات الحربية عن مدنهم وبالتالي التمكن من العودة والحياة الكريمة هناك، ما الذي يجعل الحكومة تتباطأ في إزالة هذه المخلفات وتبقي المشكلة مفتوحة حتى الآن؟ من أجل أن تجد عذر لعدم عودة أهالي هذه المناطق وبالتالي استقرارهم وعودتهم للحياة الطبيعية، لأنها تخشى عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم لأنها مستمرة في نهجها ومستمرة في يعني تهميش أبناء هذه المناطق واستبعادهم عن كونهم قوة فاعلة في المشهد العراقي،
وبالتالي تضمن سيطرتها ونفوذها أكثر في هذه المناطق، خاصة وأن هناك مكاتب اقتصادية لهذه الميليشيات تمارس من خلالها سطوتها وابتزازها لأهالي هذه المناطق. أشكرك جزيلا دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عبر الهاتف من لندن. شكرا لك.